كان دائما البحوث العلميه اللي بينات شنو هو الدور ديال القلم الهندي في اطار استعماله الطبي او الصحي او الصيدلي. لكن الظروف الاجتماعيه وبعض المرات الظروف اللي تتعلق بالكيفيات في واحد الدوله كيفاش تنخمو كيفاش تنشوفوا القلم الهندي، واش استعمال ديالو ترفيهي او خطير على الصحه. ولكن بحوث علميه كانت بينات بان يمكننا نستعملوه في واحد الاطار، الا كان مقنن ولا كان عندنا تنعرفوا نستعملوه في واحد الاطار، المواد الكيميائيه ديالو اللي خصها تكون واحد النسبة معينة باش ما تضرش الصحة. وتشاليش تنشكر جامعة محمد السادس للعلوم الصحية والمستشفى الشيخ خليفة اللي اليوم عطانا واحد الفرصة باش نتكلموا على واحد الموضوع اللي اليوم من الأهمية للمغرب، ماشي من الأهمية في إطار اجتماعي اقتصادي حتى الدور ديال الحكومة، ولكن في إطار طبي، لأن استعمال القنب الهندي إلا عرفنا نستعملوه راه يمكننا نخفوا على الألم وعلى بزاف ديال المرضى، لا من الألم ديال الأمراض ديال السرطان، لا من الألم ديال التهاب ديال الجهاز الهضمي، لا من الأمراض مزمنة أخرى بحال دابا السعر حنا اللي تنسموه ليبيليبسي او مرض باركنسون، لا مالادي باركنسون، لا سكليروز اون بلاك، هو امراض مزمنه اللي اليوم الادويه اللي موجوده ما تتمكنلاش تعالج او تتساعد غير في واحد الاطار. الا يمكننا نكملوا هذه الادويه وهذا التكفل الطبي بمواد اخرى مستعمله مقننه في واحد الاطار طبي، فغادي نساهموا للعلاج والصحه ديال المواطنين. لا علاجية ولكن مع أدوية أخرى. نعطيكم واحد مثال، بحال دابا كنحضوا واحد المرض اللي سميتو الميكي أو لا مالادي دو كرون اللي هما عندها الأدوية ديالها، ولكن استعمال القنب الهندي في واحد النسبة معينة ديال المكونات الكيميائية ديالها تيمكن لها حتى هي تساعد العلاج، وهذا أساسي. بحال دابا الألم راه من الأساس في إطار الطبي باش نساعدوا الناس. بزاف الناس الألم ما تنعرفوش كيفاش نداويوه، عندنا أدوية باش نداويو الألم، ولكن استعمال القنب الهندي بين بأن يمكننا نخفوا هذا الألم على المرضى. إذا هذا أساسي تكميلي المواد الصيدلية أخرى. في المغرب عندنا اولا صيادله بواحد الكفاءه، عندنا اطباء اختصاصيين في الطب الوقائي، في علم الاوبئه، الطب النفسي، واطباء اختصاصيين في بزاف ديال الميادين اللي كلهم واللي اختصاصيين في السرطان، اللي كلهم جماعيا يمكننا نساعدوا وباش نخفوا على هاد المرضى. طبعا خصنا نديروا بحوث علميه ميدانيه في اطار مغربي باش نشوفوا اولا الفعاليه ديال القنب الهندي وشنو هما غادي يكون الفعاليه ديالو على المده القصيره المتوسطه والطويله. كاين اختلاط في المفاهيم حيت ما يمكنش داك الكنابيس داك الربيعه اللي كتنبت عندنا في البلاد وفي بلدان اخرى، الخاصيه ديالها هي فيها ما يقرب من 500 ماده وما عارفينش كل عارفينها نهائيا شنو الفائده ديال عدد ديال المواد، اللهم البعض منها، والبعض منها من ضمنها واحد الماده واحده اللي صبدا بانه العلماء والباحثين في هذا المجال تبين لهم بانه كاين فيها عندها واحد الكفاءات علاجيه اللي جد مهمه بالنسبه للامراض اللي ما عندهاش حل اخر، بالنسبه للامراض اللي ما عندهاش حل اخر. والناس اللي خداو هذيك الماده الكانابينويد اللي هي ماشي تيتخيطرو كانابينول، لكن ماشي هي الماده الاخرى اللي كتعطي هذاك النهشات وكتعطي ذاك التخدير اللي كتعطي هذاك المشاكل اللي كنعرفوها كاملين اللي من ضمنها امراض عقليه، امراض نفسيه جد مهمه. هذيك الماده وحده ولينا من من من, من ديك الربيعه ديال اللي كتنبت عندنا في البلاد اللي كتعطي عدد ديال المواد الاخرى، دابا عاد بينا ومازال كاين مواد اخرى غيتبين بانه عندها مجالات باش في غادي اللي غتخدم فيها تستعمل فيها اللي غتعطي داك مساعده كبيره بزاف. بحيث لحد دابا في الوقت الراهن كاين الناس اللي كانوا فيهم شي امراض اللي الطب عجز نهائيا باش يساعدهم فيها،
وتمكنوا هذوك الناس ملي كياخذوا داك الماده تمكنوا باش يتعالجوا ولا ينقصوا من الحده ديال الاعراض السلبيه ديال داك المرض. هذاك الشيء علاش خصنا نعاو بانه هذيك الماده ديال ديك العشبه اللي عندنا في البلاد وفي بلدان اخرى ماشي غير ماده واحده، فيها مواد شتى ومتعدده وبزاف ديال المواد الاخرى ماشي تيتخيل الكانابينويد اللي كيتستعمل التخدير، بزاف منها علاجيه وخصنا ننميو البحث في داك الشيء، وخص المغرب يكون هو في الاوج ديال البحث تاوي في داك الشيء بحيث عنده كفاءات الى غير ذلك. الجامعه الدور ديالها هو البحث، هو كتحل الافكار، كتعطي الامكانيه لي ستوديون باش يقلبوا يبحثوا، بحيث كاين الحماس ديالهم، كاين الحماس ديال الصخور، كاين الحماس ديال الناس اللي كيحرصوا اللي كيشرفوا على القرايه ديالهم، وهي ما تدارش البحث في الجامعه فين غادي يدار البحث؟ كيبدا في الجامعه. هذاك الشيء علاش تبدا الحوار بدا في الجامعه ديال الدار البيضاء ليو ام 6، وحنا فرحانين بزاف بهذه المبادره ديال المسؤولين ديال الجامعه.